لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودير لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. في الفيديو هذا حنحكي عن شاشات سمارت، ما نطولش عليكم، خلينا نبدأ الفيديو على طول. يلا نبدأ. انا قبل هيك درت اكثر من فيديو عن الشاشات الاندرويد او الشاشات السمارت، تقدر تشوفهم من الاي اللي يطلع فوق. اول فيديو درته حكيت فيه عن الشاشات وكيف تحل المشكله وكيف تبحث عن السوفت، وواجهت مجموعه اسئله جاني في التعليقات، ودرت فيديو ثاني ومن ثم درت فيديو ثالث رديت على الاسئله كلهم، وحاليا هذا الفيديو الرابع. وفي كل مره ناكد على نفس المعلومه، كل شاشه لها سوفت بروحها. الشاشات المعروفه زي ال جي، زي الستار تريك، زي السامسونج ممكن تلاقي لها سوفت، اما الشاشات اللي مش معروف مصدرهم فلازم تبحث بالكود بتاعهم. فعليا انا ما نقدرش نرد على كم التعليقات وكم الرسائل اللي جاني على الفيسبوك على الموضوع هذا، لاني كان كل واحد دورت لسوفت بروحه مش هنحل الموضوع، ولكن انا في كل فيديو نحاول اني ندير تعديل في السوفت ونخليه يمشي مع معظم الشاشات اللي نطلبها مني. وقبل ما ننزل الفيديو نحاول نجرب على شاشات عندي طبعا، فقبل ما ندير الفيديو نكون انا متاكد من السوفت انه يمشي ويشغل ويقدر يشغل الموضوع هذا. ففي كل مره ناخذ مجموعه اسئله ونفلتر فيه، نحول المكررات منهن واللي ملهنش رد اصلا، ونرد على اللي نقدر نرد عليه. الشاشات اللي مش معروف مصدرهن انا في الوقت الحالي نحاول اني نشوف طريقه السوفت وكيف التعامل معه وكيف التعامل مع النظام بروحه. بالنسبه للشاشات اللي مش متوفره نحاول نوفر كم سوفت ويرات في اقرب وقت. انا في كل مره نحصل سوفت او نقدر نعدل سوفت نخليه يمشي مع شاشه معينه حنسيبها لكم في صندوق الوصف. طبعا الفيديو هذا مخصص للشاشتين ال جي والسامسونج. في حاله ان الشاشه تمت تشتغل ولكن مقسومه اثنين، يعني السوفت كمال بالكامل وتمام وولعت الشاشه وحول الاستك اللي كان فيها ولكن مقسومه باثنين مش على كامل الشاشه، الحل انك تدير سوفت مره ثانيه على طول مجرد انتهائك من السوفت. لو ما صار شيء خلي الشاشه تكمل السوفت بشكل كامل وادخل على الضبط ودير ضبط مصنع بشكل كامل من الضبط جوا. في حاجه اللي بنكررها اخرى اللي هو البوت الخاص بكل شاشه. شاشه ستار تريك بمجرد ما تركب الفلاش وتوصلها بالضي تبدا تفلش على طول، اما السامسونج والال جي لا، السامسونج والال جي وضعها مختلف، لازم تاخذ السوفت وتحطه في فلاش وبعدين تضغط على الجويستيك او المارشه اللي موجوده في الشاشه في النص وتركب الشاشه في الضي، هنا حتبدا تقلع. اما باقي الصوت فهو نفس الفيديو الاول بالضبط. المشكله اللي نحكي عليها هي سمارت كلاود او الشاشه اللي واقفه على شاشه السمارت كلاود ما تقلعش نهائيا، لو سيبتها حتى 10 ساعات مش هتقلع. اول حاجه تديرها تشوف موديل الشاشه بالضبط وتكتبه زي ما هو في جوجل، يعني نفس ما تلقاه مكتوب تكتبه عشان ما يصيرش اي خطا في السوفت وتحمل سوفت واحد اخر مش المطلوب ممكن يسبب لك مشكله اكبر في الشاشه. الموضوع هذا طبعا ينطبق على اي شاشه اندرويد، يعني اي شاشه اندرويد تقدر تخش على الموقع بتاعها وتحمل السوفت وير الخاص بها. بعد ما تحمل الملف ندير استخراج على سطح المكتب عندنا اكستنج هير، تمام. بعدين حننسخ الملف الموجود جوا والامتداده او اخر امتداده بي اي ان، وندخل على فلاش وننسخ الملف جوا، وبك نكون حملنا السوفت وحطينا فلاشته وجاهزين بس عدنا نفلشوه جوا الشاشه او نركبوه على الشاشه. كيف ما قلت لكم الموضوع هذا ينطبق مع اي شاشه اندرويد فقط، شاشات الاندرويد وكل شاشه لها السوفت وير بتاعها. فالمفروض انك تدخل على الموقع الخاص بالشاشه وتختار الفريم وير منه، يعني تختار السوفت الخاص بها منه. لما جيت بتوصل الفلاش يجب انك توصله في المدخل الابيض او في المدخل الاول، لان المدخل الثاني مش حيقراه، الشاشه مش حتقرا الا المدخل الاول. قبل ما نركب الفلاش حنفصل الضي نهائيا عن الشاشه، وحنركب الفلاش زي ما قلت لكم في المدخل الاول وبعدين حنولع الشاشه. الشاشه حتخش على وضع الابجريد على طول من دون اي اوامر من دون اي شيء. حتشتغل بالكامل، حتحمل السوفت وير والثابته، ومن ثم تفصل الشاشه عن الضي وترد تشغلها اخرى وتكون اشتغلت تمام ما فيش اي مشكله.
أنا هيك انتهيت، السلام عليكم.